ما من الله كل حاجه بتمنه اذا حجم أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعة قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر في معرض ديال صناعة التقليد بمدينة المنطقة اللي كيتواجد بالشارع ديال محمد الخامس كيف ما كنشاهدوا معنا. هذا اللايف خاص بالنساء وخصوصا الناس اللي هما كيهتموا بالساك الجلد ديال النساء. غادي نتكلموا مع احد الناس اللي هما في هذا المجال واللي غيعطينا مجموعه المعطيات ديال على الجلد والاسمنه ديالو، كذلك نعرفوا مجموعه الحويجات من عند سيرفيس اللي هو بائع بالتقسيط كيف ما كتشاهدوا معنا. شفنا مجموعه ديال الحويجات معكم وغادي نشوفوا مجموعه الحويجات. كنتمنى انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. مرحبا بك سيرفيس في هذا البث المباشر، ومرحبا بارك الله فيك، ومرحبا بكل المتابعين الافراد ديال المتابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. سيرفيس بغينا نتكلموا بعدا اولا حاجه هذا المعرض هذا اللي تنظم في طراق قبل رمضان على ما اعتقد، عاودنا على اولا وعاد نتكلموا على الجلد. بسم الله السلام عليكم. بصفتي واحد من الناس اللي عندهم درايه في هادشي ديال الصناعه التقليديه، بحكم تجربتي وبحكم انني من الناس ديال النابعين هاد الحرفه وهاد من جدي والاب ديالي وراثيه وارثينا حنايا من عند جدي والاب ديالي وعاد انا وكاين تاخوتي تبارك الله ماشي اللهم لك الحمد. نعم سيدي تاخوتي كيتزاولوا هاد المهنه، حنايا ثلاثه ديال الخوت كنتزاولوا هاد المهنه. عندي الاخ ديالي كيتزاول السجاجيد داكشي ديال الزرابي زرابي التقليديه ديال البلاد، وعندي الاخ ديالي كذلك كيتزاول معايا نفس المهنه الجاكيطات هادشي ديال الجاكيطات ديال الجلد وليساك ديال واد الحقائب الجلديه. غير بالنسبه للجلد كاين انواع، بالنسبه للجلد كاين انواع، هذا هو اللي بغيت نشرح لك. بالنسبه فوالا الله يرحم الوالدين، بالنسبه للجاكيطه كنقولوا لها بالنسبه للجاكيطه كتصاوب من الجلد ديال الخروف. جلد الخروف. وكاين واحد النوع ثاني من الجاكيطه كيتصاوب من الجلد ديال لا ما تيتحرقش، لا ما تشعلش فيه العافيه. الجلد بصفه عامه ما كيتحرقش، يقدر يتكمش اما بالنسبه للعافيه ما تشعلش فيه العافيه. لا بس لا الجلد حنا كدابا اصلا كيجيو عندنا ناس ما عندهمش درايه في الجلد كتعطيه فكره كتقول له اجي نجرب لك، كيقول لك باش تجرب لي كتقول له نجرب لك بالعافيه، ما تيتبهض تيقول كيفاش تجرب لي الجلد بالعافيه. دونك كنشدو حنا بريكي وكنشدو كنجربوا له بالعافيه وكيتاكد بان الجلد ما كتشعلش فيه العافيه، غير هو الا بقيتي عاطيه العافيه كيتكمش، اما باش تشد فيه العافيه ما تشدش فيه العافيه. الجلد بصفه عامه. اما بالنسبه للساك ما للساك ديال النساء ولا هادو ديال لابيسي ديال بوليزون كيتصاوب بالجلد ديال لوفو الجلد لوفو ولا الجلد ديال البقري، ما كيمشيش بلا ما كيتصاوبوش بلا نيو. اما باللي ساك ديال الرجال كومسا كيتصاوبوا بلا ساك ديال تيصاوبوا بالجلد ديال الخروف ولا تيصاوبوا بالجلد ديال البقري ولا اما كاين باللي ساك ما ساك ما كيختلفوا اما بالبقري اما بالمعزي اما غير هو بالبروميير شوا لا كاليتي. الحاجه احسن ما كاين هو الجلد ديال لوفو، هو لوفو هو هذا لو بروميير شوا في لي ساك ما ديال العيالات لو بروميير شوا هذا احسن ما كاين. اما بالنسبه للبقري كاين المعزي، هذا معزي هذا الجلد ديال المعزي لي ساكادو، لي ساكادو كيتصاوبوا بالجلد ديال المعزي وكيتصاوبوا لوفو كيتصاوبوا، انما هو الطوب احسن ما كاين هو لوفو. الانسان اللي بغى يشري اللي بغى ياخذ وبغى ياخذ لا كاليتي ويتاكد من لا كاليتي غادي يشوف الجلد ديال لوفو. لوفو احسن ما كاين في لا كاليتي في الجلد، هو هذا اللي كيتشوفوه دابا، هو هذا الجلد هذا هو هذا اللي مصاوب من هذا. شنو الفرق ما بين هذاك والاخر؟ هذا جرانيلي هذا تيتسمى محبب وكاين ليس
ليس بحال هكا هذاك نو هذا جرانيني الله يرضي عليك فوالا هذا جرانيني هادو جرانيني لا بليبار دابا ولات يخدموا غير بالمحبب ها كيشوفوا حتى الشكل ديال الرجال حتى الرجال هادو اللي كخطاب ديال الرجال هادو بور لي زوم هادو هادو ميكس هادو بور اون بور لي فام ديال لي بيسي وديال هادو ميكس هادو يمكن تهزوا ديروا المراه يمكن يديروا الراجل هادو ديال لي بيسي بورتابل وكاينين الحقائب وكاين الحقائب ديال اليدويه اللي كيستعملوها الرجال بالنسبه للانسان اللي كيكون دي حقائب رجاليه هذيك كيستعملوها الفلوس الاوراق ال ما كتبيعوا شريه الناس طبيعه الحال هذا تورات ديال البلاد ما يمكنش هذا عنده قيمه الجلد بصفه عامه اسمح لي قاطعتك الجلد بصفه عامه عنده قيمه طبيعه الحال عنده قيمه انا ما يمكنش تخلينا منتوج ديال البلاد وصناعه تقليديه و 100% يدويه من الحيوان كتيرعى مات شديناه فهمتيني والجلده ديالو صوب قديناها ودبغناها ودرنا منها منتوج عنده قيمه واي حاجه عندها لافالون عنده قيمه هذا هو هادشي اللي اللي بغيت نقول لك هو بالنسبه للجلد بصفه عامه كيجف كنشريوه من فاس لا فورنيسور الوحيد اللي كاين في المغرب كامل هو فاس ولكن الخدمه كتختلف كاين الخدمه ديال فاس كاين الخدمه ديال قنيطره كاين الخدمه ديال كازا كاين الخدمه ديال الرباط خدمه ديال الرباط كاينه كلها فاش مختص مثلا كنسمعوا الزربيه الزربيه الرباطيه الزربيه المراكشيه حتى في الجلد حتى هو فيه صناعات او شنو كاين في المواد مساله فوالا مزيان ملي سولتيني هذا السؤال بغيت نظل نحط معك واحد النقطه على الزربيه الرباطيه الزربيه الرباطيه راه معروفه كاينه السيبيريور وكاينه الاكسترا هادو هما الرباطيين الرباطيه معروفه حمراء فيها زواق معروفه اما كاين التزناخت ديالنا واحد ديال الجنوب وكاين داكشي ديالنا واحد ديال الخميسه ديال الاطلس هذيك الزربيه شي الزربيه البلديه المغربيه هي تشوفها الانسان اللي عنده غير تشوفها تعرفها هذا غير هي الجلد كذلك اي حاجه اي حاجه كتصاوب بشي 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 برودوي بشي حاجه طبيعيه الا عندها لا فالور عندها قيمه الجلد راه من اول الزمان من نهار تخلقات الدنيا وتخلق بنو ادم الله سبحانه وتعالى استروا بالجلد بالهيوض بداكشي ديال بالجلد باش تستر راه الله سبحانه وتعالى في الكتاب ديالو راه قال لك خذوا من الحيوانات من الجلود باش تستر هذا هو اللي بغيت نقصد لك انايا غير انما الجلد السمطه هذه خدمه هذه سمطه خدمه ديال الرباط هذه نعطيك حتى الاسم ديال شكون اللي خدم هذه السمطه هذه بدون شركه بدون لا ماشي شركه هذا الاسم ديال السيد هذا عبد السلام القصاص عبد السلام اليونسي هو الاسم ديالو عبد السلام واللقب ديالو اليونسي والملقب بالقصاص هو اللي مصاوب هذه السنطه هذه في الرباط من شارع القناصيل عنده في شارع القناصيل اللي بغى شي حاجه يتوجه له شارع القناصيل عندك سيدي هذه شي خدمه ديال الدار البيضاء هذه هذه الدار البيضاء مدينه القديمه هذا الانسان عنده محل في مدينه قديمه هذه الخدمه هذه خدمه ديال كازابلانكا هذه الدار البيضاء هذه خدمه ديال الشمال هادو خدمه شماليه هذه هذا الجلد اختصاص في الشمال تيخدموا الشمال بزاف هذا الجلد هذا هذا معزي معزي الماعز جلد الماعز وهذه خدمه ديال كازا هذه خدمه ديال الدار البيضاء 100% 100% خدمه ديال الدار البيضاء اما بالنسبه للجاكيطه الخدمه ديال الدار البيضاء الجلد ديال فاس فورنيسور فاس ولكن الخدمه ديال الدار البيضاء وحتى الجاكيط واحد كان كاين الجاكيط فيها كتختلف بانواع واشكال وياك كانت واحد الوقيته كنا كنخدموا تقريبا ثلاثه ديال الموديلات ولا اربعه ديال الموديلات دابا حاليا من 2000 للفوق ولينا كنخدموا بموديلات بزاف ولينا تندخلوا لليسيت كنشوفوا موديل كيعجبك انت موديل كتجيبو كنصاوبوه لك حنا كنتكلفوا لك انت كتجيب لنا غير التصويره وحنا كنتكلفوا لك بالموديل وتبارك الله دابا ولا عندنا لي موديل الناس قرات هادشي ديال الخياطه والفصاله ولي موديلات ولا تيصاوبوا اي حاجه عجباتك تصاوبها لك اي جاكيطه بلوزون طاحت لك على بالك انت غير تخيلها ورسمها نعطيوك نصاوبها لك هادشي اللي دابا الحمد لله الوقت تطورات حتى الجلد تطور واحد الوقيته كان الجلد فيه الريحه
كان في الدباغ ديالو كنتي كتلبس الستو كتشم فيه الريحه. وكنت انت هي كتهلاك تدخل المحل ديال الجلد كيشم واحد الريحه خاصه. دابا ما بقاش لا دابا ولاو لي ميديكا دابا ولاو لي برودوي دابا الجلد ولا كيتخدم بشي حاجه ما بقاش داك الشيء اللي كنتي كتعرض دابا لي ماشين ولاو دابا لما كنتي يخدموا الجلد كان شحال هادي اربعه الجلدات خصك تسنى عليهم شهر باش يهبطوا القصريه ويتصبغوا ويتقادوا ويتدبغوا وهذه خصك تسناهم تينشفوا دابا الجلد ما شاء الله عليه كيتصاوب كينشف دغيا بالحكم ديال التجاره ديال الناس مدخلين لي ماشين من برا ومقادين ولا بريبار عاوتاني كيدخل الجلد من اوروبا كاين الجلد ديال برا ولكن جلد ماشي جلد 100% غير هو ديال برا تيكون حتى هو ممتاز غالي ديال بلادنا ولا ديال برا؟ لا ديال بلادنا. غلا من ديال برا؟ البلاد عندنا غلا. عندنا البلاد عندنا جلد من غالي. ولكن المليح. شحال واصل؟ واش نتوما كتبيع بالكيلو ولا بالميتر؟ لا هو الجلد كيتباع بالبي. بي. كاري البي. كاين الجلد اللي كيسوى حتى 30 درهم البي 40 درهم 50 درهم. وكاين عاوتاني عندنا كاين 12 درهم 14 15 درهم 10 فوا هادشي اللي بغيت نقول لك انايا على حساب الجلد على حساب لاكاليتي فهمتيني حيت حنا دابا شحال كتبغي الجاكيطه ما تنقولكش انا الموديل اللي كيهضر راه كتلقى الجاكيطه ب 600 درهم ولكن كتلقى الجاكيطه عاوتاني ب 1200 درهم راه سي با لو ميم غير حنايا بالنسبه باش نقول لك راه كيقول لك لا راه تنقول له الجاكيطه ب 1000 درهم تيقول لي انا لقيتها غير سي با لو ميم ماشي بحال بحال ماشي نفس الكاليتي لا ماشي نفس لاكاليتي واش الجلد ديال 16 درهم من البي هو ديال 30 درهم من البي ولا ديال 25 درهم من البي سي با لو ميم راه ماشي بحال بحال هادشي اللي بغيت نشرح لك انا شحال من واحد غلط تيقول لك لا راه لقيت جاكيطه ديال الجلد بلاصه فلان فلان بهاد الثمن هذا نقول له انا لا سي الكوير كي لباغل سي با لا كاليتي كي لباغل ماشي الثمن يمكن كان نبيعها لك انا ولكن راه الجلد انت ما كتفهمش في الجلد الا من رحم الله نقدر انا نعطيك جاكيطه عيانه ونعطيكم نبيع لكم بثمن غالي وتمشي انت ولكن الا من رحم الله انا غنقول لك ها هي دايره مزيانه بقى بثمن وهذه راه بثمن وشوف انت اللي عجبك وحنا من عادتنا ما كنخلطوش الجلد حنا عندي جوج ديال الانواع ديال الجلد بروميير شوا دوزيام شوا عندنا بروميير شوا وهذا اللي لو بروميير شوا عندنا واحسن ما كاين في الجلد كاين بطبيعه الحال الموديلات واقيلا اللي ما بنتك دابا اللي بغيت نقول لك انا دابا حاليا ما متواجدش عندنا الجاكيطات ديال النساء نعم موجود عندنا الرجال حيت حنا تبني المعرض كاين الجاكيطات ديال الرجال هما هادو كاين هذا الشكل هذا ديال التريكو تنقولوا له بيلوطا الشكل ديال غير هو كاين سامبل اللي ما فيهش لا خياطه لا سلسله لا والو كيكون غير الكول عادي والتريكو لتحت وكاين عاوتاني اللي بلي بوش هادو اللي بلي بوش يكونوا شارجي شويه كاين اللي عاوتاني حنا حيت حنا اصناف وكل الذوق ديالو كاين اللي ما يبغيش يلبس لك السامبل شي حاجه اوني سامبل وكاين اللي تيبغي يلبس شي حاجه تري شارجي تيقول لك انا لا ما كانش مشارجيها وكذا على حساب اللاج على حساب اللاج على حساب الذوق كاين اللي اللاج ديالو ما كيسمحلوش يلبس شي دي جاكيطات مشارجين وكاين عاوتاني كذا وكاين عاوتاني اللي لاج وتيقول لك الا ما كانش مشارجيها سا ديبو على حساب حنا اذواق على حساب الذوق هادشي اللي عندنا وبالنسبه للنساء النساء غادي نجيبوها مثلا النساء عندهم موديلات بزاف النساء تبارك الله تا هما عندهم دي موديل بزاف ولي كولور ماشي النساء كيلعبوا على لي كولور بزاف الغوج الغوز الفير لو جون تيلعبوا على لي كولور بزاف بحال هاد لي كولور هادو اللي كاينين في لساكا ما هما كيعجبهم لي كولور لا بيان سور الجاكيطه كاينه في لي كولور اللي تخيلتي انت كاينه نسى كيبغيو يلبسوه نسى دواخه وراقيات وتبارك الله تحيه من هذا المنبر للنساء ولا اللي خطي عندنا النساء على كل ما شوف بلا بدون 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 مجامله النساء تيبقاو ديما طب ولا اللي خطيهم علينا امي مراه واختي مراه وعندي مرتي مراه وبنتي مراه ولا لي حاشمنا وهادشي اللي كاين اخر كلمه تنقول لك حنا كنتواجدوا في شارع محمد الخامس في القنيطره المعرض راه عاد بدا واللي بغى شي حاجه من هادشي المنتوجات الجلديه يتواجد عندنا في يتوجه لعندنا لهذا المعرض ديال الصناعه التقليديه
يجي للمجمع الصناعه التقليديه ويسول على المرواني ادريس. مرحبا سي ادريس. شكرا. مرحبا. اذا كيف ما كتابع معنا متابعين افاضل متابعين قناه شفت في اليوم تكلمنا على هذا الموضوع ديال الجلد اللي هو صراحه جد مهم كيف ما لاحظتوا معنا في مجموعه الانواع كيف ما قال سي ادريس كيف مجموعه ديال في كايت الاولى وفي الشوا الاول والشوا الثاني في مجموعه الحوايج كيف ما كتعطي كيف ما تشاهدتوا معنا متابعين افاضل. ممكن نقول لكم شكرا لكم على المتابعه واللقاء دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في لايف اخر ان شاء الله. نتمنى انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. شكرا لكم مره اخرى والى اللقاء. الى اللقاء.